عرفتوا البنات شحال كنلقى ديال التعليقات على هذه الوصفه؟ بزاف منكم اللي كيطلبوني على وصفات لتبييض الجسم. انا فعلا عندي وصفه اليوم غادي نفريوها البنات، لان بزاف منكم كنشوف يعني كيعانيوا من مشكل تصبغات، خصوصا في هذا الفصل ديال الصيف. بزاف منكم اللي لحمهم كيكحال، الجسم ديالهم كيتشوط، سواء البنات اللي كيمشيو للبحر او لا اللي كتلبس السنيدلات، يعني رجليها كيبقى فيهم لاطراس ديال الصنداله. اليوم جبت لكم الحل، وصفه شنو نقول لكم، اللي جربت هذه الوصفه هذه غتبقى تدعي معايا. وصفه كتحيد الجلده الميته، كتحيد التصبغات، كتوحد اللون ديال الجسم، كتحيد لاطراس ديال الصنداله. وصفه شنو نقول لكم، ضروري خصكم تجربوها، غير حيدوا عليا العجز. الوصفه القنبله يعني السحريه اللي غادي تطردكم بلارات البنات، الجسم ديالك غادي يولي بحال الشمعه. من اقوى الوصفات اللي كتبيض واللي غادي تجربيها، وغادي ترجعي تخلي لي تعليق وغتشكريني عليها بزاف. مهم باش ما نطولش عليكم في المقدمه، غادي نبداو الوصفه ديالنا. غير ما تنسونيش عافاكم البنات، كنطلبكم وترغبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم عافاكم باش تشجعوني هكا، باش الفيديو يشوفوه بنات اخرين يطلع عندهم، وكذلك باش تشجعوني وهكا على الاستمراريه ان شاء الله. وما تنسوش تخليوا لي تعليق كيف جاتكم الوصفه، كلكم خليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات. غادي نبداو الوصفه ديالنا. عندنا فيها اول مكون رئيسي هو الحنه، كلشي كيعرف الحنه. الحنه اللي كتكون مطحونه على اليد طبيعيه، تاخدي القياس اللي بغيتي. المهم انا غنستعمل هنا 3 المعالق كبار ديال الحنه. عندي هنا ثاني مكون هو الحمص. هاد الوصفه الا ما رجعتيش بها كتشعلي، ما تبقيش تتابعيني. هاد الوصفه يعني من اول استعمال كتبان لك كيبان لك الجسم ديالك تنقى بزاف، كتبان لك يعني النتيجه من اول استعمال. عندي ثاني مكون هو الحمص مطحون، يكون على شكل بودره، غادي نديرو منه ملعقه كبيره. ثالث مكون هو العرعار. البنات العرعار راه كيتباع عند العطار، كيتباع مطحون وممكن تاخذوه وطحنوه. مهم ركزوا معايا في المكونات، ضروري ورقه وستيلو. هاد التبريمه الا ما درتيهاش راه بحال ما تحممتي ما والو. بالنسبه المكون الرابع هو النشا، دقيق الذره او لا مايزينا او لا اي نوعيه، مهم غادي تستعملوها. انا استعملت مايفين. غادي ناخذ ملعقه كبيره ديال النشا. هادو كلهم مكونات كيبيضوا الجسم، كلهم مكونات زوينه. راه نتوما غتشوفوا المكونات غتعرفوا ان الوصفه ناجحه بامتياز، وجربوها يعني بلا ما تردوا، بدون تردد تشوفي الوصفه اختي ديريها. عندي هنايا خامس مكون هو الحليب المجفف، كيف ما كتشوفوا معايا. هاد المكونات غنخلطوهم مزيان، ممكن ديري القياس اللي بغيتي، ولكن هاد الكميه انت بوحدك غادا تقدك، يعني الا كنتي غير بوحدك غادي تستعمليها راه غادا تقدك الجسم ديالك. هاد المكونات غادي نخلطوهم. غادي نحتاجو هنايا الصابون البلدي. الصابون البلدي بالنسبه للبنات او للمتتبعات اللي في الدول العربيه، هذا الصابون البلدي مغربي، راه متوفر عندكم في الدول العربيه كيتباع، فقط انكم يعني تسولوا عليه. هو يعني الاسم ديالو الصابون البلدي المغربي، فهو معروف تيحيد الجلد الميت، تيقلع الاوساخ، يعني تينقي الجسم، يعني تيعطي التبييض للجسم. صافي غادي نديرو معلقه كبيره ديال الصابون البلدي، وغنحتاجو الياغورت الطبيعي. انا عندي محيده منه واحد شويه، ماشي مشكل، يعني ناقصه منه غير تقريبا واحد المعلقه كبيره. غادي نزيدو واحد الياغورت، هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. المهم ياغورت طبيعي او لا زبادي بدون سكر، يعني دانون مسوسه البنات. غادي نستعملو واحد كامل من كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان. المهم انا غنديرهم في هاد الكاسرونه غير باش تساعليا ونخلط على راحتي. هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. صافي دابا غنخلط هاد المكونات، غنضل نخلط فيهم. اللي يعني كتمشي للبحر اللحم ديالها تشوط ليها، اللي تتخرج للشمس دير هاد الوصفه هادي، او لا اللي عندها شي مناسبه، شي خطوبه، اللي عروسه غادا تروح لدار راجلها، استعمل هاد الوصفه هادي. واي وحده جربت هاد الوصفه غتبقى معتمده عندها، راه مستحيل تجربي هاد الوصفه وتنسيها، يعني وصفه غتعود من الوصفات اللي ضروري يعني ما تخطاكش في الحمام ملي تبغي يعني
ملي غتبغي يعني تغسلي خاصك ضروري يعني تستعملي هذه الوصفة، غتعود عندك ضروري تستعمليها. المهم بعد ما خلطت هذوك المكونات غنحتاجوا للخل. الخل اي خل عندك، خل عادي، خل تفاح، خل الخل الابيض، اي خل غدير منه جمعة كبار. بالنسبة للخل اللي خصكم تعرفوه هو انه كيحيد لاطراس ديال الحبوب من الجسم، كيحيد لاطراس ديال الصنداله، كيحيد التصبغات، كيصفي الجسم، كيوحد اللون ديال الجسم، كيحيد الخلايا ديال الجلد الميته. المهم الخل شي حاجه اللي طوب يعني، ضروري تستعمليه في هذه الوصفه هذه. عندي هنايا عاوتاني البنات عندي الحامض او الليمون، غناخدو نص حامضه وغناخدو العصير ديالها مع هذا الشيء ديال الوسطاني الداخلاني ديالها. غير حاولوا انكم تقطعوها هكا بالسكين غير باش هكا يبقى طريفات صغيورين. المهم انتم فهمتوني البنات، بحال هكا انتم كتعصروها وكتقطعوا لها داك اللب ديالها لداخل حتى هو كديروه في الوصفه. الحامض راكم عارفين كيصفي الجسم، تيحيد التصبغات، كيعطي التفتيح، كيعطي التبيض، هو كيحيد الجلد الميت، تيقضي يعني على التصبغات والحروقات ديال الشمس، يعني زوين بزاف. هنخلطوا هاد الخلطه مزيان، شوفوا كي كتشوفوا معايا هنا. بعد ما نخلطوا غنديروا كاس ديال الماء صغير ما عامرش، يعني عينك ميزانك هنا ما ديروش بحالي، لان كل وحده وكيفاش غتجيها الخلطه. فبالنسبه للماء غضيفي واحد شويه حتى تبان لك الخليط ولا بحال هكا. انتم البنات خليط ما يكونش عاوتاني خفيف بزاف، يكون شويه ثقيله، يوحش شويه انتم كي كتشوفوا معايا، باش هكا تطبقيه على الجسم ديالكم وما يبقى ثابت لك على الجسم ديالك. من بعد ما درت الماء غادي ناخذ هنا الزيت ديال الحامض. البنات اللي عندهم زيت ديال الحامض غديروه، اللي ما عندهاش ماشي مشكل، ماشي ضروري في الوصفه، ولكن الزيت ديال الحامض اللي خصكم تعرفوه هو انه زوين بزاف، يعني كيفتح، تيحيد البقع الداكنه من الجسم، تيحيد الاثار ديال الحبوب، كيحيد التصبغات، المهم اي حاجه يعني تيحيدها. هنا عندي خل التفاح، انا ضفت منه تقريبا معلقه صغيره. بالنسبه للخل ديال التفاح اختياري، الى عندك غديريه، ما عندكش غتكتفي بالخل كيف ما درنا في الاول، الخل العادي. فاهمين البنات؟ غير باش يعني تكونوا تفهموا يعني الطريقه وتفهموا كل شيء، يعني كنفسر لكم هكا باش اي وحده بغات تطرح لي شي سؤال تلقى الاجابه ديالو. هنا تاخذ واحد البلاستيكه تديروا فيها داك الاناء اللي خلطتوا فيه هذا الشيء، وكتخلي واحد المده ديال ساعه، ساعه ديال المكانه، هذا الشيء كله هاد المكونات كيتخمروا وكيندمجوا فيما بعضياتهم، وبالتالي ملي كديري هذه الوصفه كتعطي واحد النتيجه هائله. ضروري تخليوها واحد ساعه على الاقل ساعه وكتغطيوها. شوفوا كيفاش ولات البنات بعد ما غطيتها، كتولي بحال هكا، يعني دوك المكونات كلهم كيتخمروا. في الاخير غادي نحتاجوا هنايا هاد اسبرو. غادي نقول لكم اللي ما عندهمش اسبرو، الا ما متوفرش لكم هاد القرص الفوار ديال اسبرو ديال الالم ديال الراس، غتعوضوه بالخميره ديال الحلويات. الخميره ديال الحلويات اولا البيكين باودر غديروا كيس واحد. اللي ما عندهاش هذه، اللي عندها غادي تستعملها هذه البنات، راه زوينه بزاف بالنسبه يعني للتصبغات، يعني كتقضي على التصبغات، على لاطراس ديال الصنداله، اي حاجه عندك كتحيد لاطراس ديال الحبوب، المهم كتنقي شي حاجه اللي طوب. المهم تتخلطوها ديروها مع شويه الماء حتى كدوب، هو قرص فوار حتى كيدوب، اولا كتدقوه مزيان وكتخويو عليه شويه الماء كتخليوه حتى يدوب. وهاد العمليه كديروها حتى الاخر، حتى كتبغي تدخلي الدوشي دخلي عاد باش ملي كتخمر كديري داك القرص كيدوب، كتخلطيه مع هاد الوصفه وكتطبقيه على الجسم ديالك حتى كتدخلي للدوش، كتخوي الماء يكون دافي شويه على لحمك، كديري هاد التبريمه مزيان، خليها اختي نص ساعه ضروري، ركزي معايا باش هكا تعطيك نتيجه. نص ساعه ديري على الجسم ديالك من العنق ديالك حتى رجيلاتك، وقالتي مع راسك وخليها تعطي المفعول ديالها. من بعد غادي تشلي لحمك مزيان وحكي وشوفي الاوساخ اللي غتحيد، راه كتفك غادي يطيح عليك بالحكان، على ما كنتيش عندك السوفل والطاقه وما كنتيش يعني فك ما يحك بلا ما ديري هاد التبريمه، ديريها وانتيا انتي موقضه، يعني مشنوقه انك غادي تدخلي غادي تحكي وتفركي لحمك وشوفي داكشي اللي غيتحيد. راه ما نعاودش ليك، غادي تي غتصدمي في راسك، كلشي غيتحيد، الجلده الميته يعني لا طراس، التصبغات، كتصفي كتنقي. المهم
شي حاجه اللي زوينه وكنصح بها العرائس، كنصح بها اي وحده، اي وحده يعني بغات يعني الجسم ديالها يولي صافي ديرها. هاد التبريمه خاصه بالجسم، ما ديروهاش للوجه ديالكم البنات. المهم عافاكم، ركزوا معايا باش هكا حتى وحده ما ترجع تقول لي يا اختي لقى شي تعليق ولا شي حاجه، هادي راه ما تصلحش للوجه، ولا راه غير الجسم فقط يعني من عنقك حتى الجلد ديالك. وهادشي اللي كاين، صحتكم التحميمه اللي جربتها تنقول ليها بصحتك وراحتك. وما تنساوش تشاركوا هاد التبريمه هادي مع اي وحده تتعرفوها لانها زوينه بزاف. وكنقول لكم شكرا على المتابعه، راه وصلت نهايه الفيديو. بالنسبه لهاد التبريمه غديروها مره في السيمانه فقط، مره في الاسبوع. وهادشي اللي كاين، تنقول لكم شكرا على المتابعه وفي امان الله.